السلام عليكم ورحمة الله. عبد الله رئيس جمعية السعادة للتضامن مع المرضى وأشخاص بوضعية صعبة جهة البيضاء ستات، للمقر ديالها كيتواجد في ولاد سعد جماعة مولى عبد الله. في أول البارح يعني واحد يومين في هذا المكان بالضبط، طاح واحد الوليد عنده 6 سنين زلق فوق هذا الحديد هذا، نظرا لما كاينش السيكيريتي هنا وما كاينش الحماية للوليدات الصغار هنايا، كما كتشوفوا الوليدات غادي من المدرسة جايين هذه الطريق ديالهم، هذه الشركة خدامة بلا سيكيريتي بلا حتى شي حاجة، زلق وليد عنده 6 سنين، راه العين ديالو تبطرات لي تحيدات لي العين ديالو ما بقاتش عنده، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الشركة هذه، كاع حفرت هذا الدوار هذا، حتى حاجة ما دايرها مقودة، حتى خدمة ما كاينة مقودة، بالشهادة ديال الدوار كامل. حنا كنطالبوا من المسؤولين ومن السيد العامل الاقليم السيد محمد القروش باش يتدخل واحد التدخل صارم لهذه الشركه هذه، راه خدامه بتسيب، واخا وشكت على النهايه ديالها ها هي خرجت على وليد عنده 6 سنين تحيدت ليه العين ديالو. كنطالبوا من المسؤولين التدخل العاجل، وما في ذلك سياره الاسعاف ما كتواجدش هنا في هذه المنطقه هذه. حنا كنسكنوا ولاد ساعد تابعين لجماعه مولاي عبد الله، ما حنا في مدينه جديده، ما حنا في جماعه مولاي عبد الله. احنا بحكم التواجد الجغرافي ديالنا سياره الاسعاف ديال المدينه الجديده بعيده علينا، سياره الاسعاف ديال جماعه مولاي عبد الله بعيده علينا، كنطالبوا كما كنطالبوا عده مرات كنطالبوا بوجود سياره اسعاف مجانيه لهاد الناس هادو. حنا باغين سياره اسعاف مجانيه لهاد الناس، راه وليد تحيدت ليه العين ديالو من العيب والعار، كنهزوه في طاكسي كيمشي للسبيطار في طاكسي، حشومة عيب وعار، وراه شاهدين البراج ديال البوليس راهما شدوا لي طاكسي راهما شاهدين للتأخر ديال سيارة الإسعاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. كنتمناو من السيد عامل الإقليم محمد قروش الله يجازيه بخير باش يتدخل واحد التدخل صارم لحل هاد المشاكل اللي كتخبط فيها الدوار، كيف ما حل عدة مشاكل قبل، الله يجازيه بخير. وكنشكركم الإخوان وتحية للجميع.